موقع أخبار الدفاع الأمريكي ديفينس نيوز تناول في تحليل له فرقة العمل الجديدة في الشرق الأوسط التي أنشئت لمواجهة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن. يقول الموقع إنه في ظل استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن، جرى إنشاء القوات البحرية المشتركة التي تم دعمها بشكل مناسب يمكن أن تسهل مهام فرقة العمل المشتركة 153 من خلال استجابة أكثر فاعلية للمشكلة المستمرة والمتمثلة بتهريب الأسلحة إلى وكلاء إيران في المنطقة. ووفقا للتحليل، فإن فرقة العمل الجديدة ستعمل في البحر الأحمر مع قناة السويس إلى أسفل مضيق باب المندب وحول الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية إلى المياه قبالة الحدود اليمنية العمانية.